هي ثالث محطات زياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجولته الى منطقه اسيا الوسطى هذه المحطه الهامه تاتي زياره السيد الرئيس خلالها في وقت هام تمر فيه العلاقات المصريه الارمينيه بالكثير من الطفرات حيث احتفل البلدان في العام الماضي بمرور 30 عاما على تأسيس هذه العلاقات في عام 1992 للاقتراب بشكل أكثر تفصيلا لفعاليات وأنشطة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى أرمينيا يسعدنا أن تنضم إلينا في هذا التسجيل السيدة السفيرة سيريناد سليمان جميل سفيرة مصر في أرمينيا برحب بساتك فن أهلا بحضرتك فن سيادتك تدينا نظره شامله عن العلاقات المصريه الارمنيه وتطور هذه العلاقات طبعا كما ذكرت حضرتك العلاقات المصريه الارمنيه علاقات يعني مهمه وتاريخيه مصر اول كانت من اوائل الدول التي اعترفت باستقلال ارمينيا عن الاتحاد السوفيتي عام 92 ثم اهتمينا بانشاء سفاره في ارمينيا وكذلك السفاره الأرمينية في مصر هي برضو من 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 هذا الوقت وطبعا دي العلاقات الدبلوماسيه اما العلاقات التاريخيه فلها جذور طويله في التاريخ المصري ومصر تستطيع ضيف جاليه أرمنية كبيره ونعتز بهم ونعتبرهم مصريين وهم يعني بيعتبروا انفسهم انهم ايضا مصريين ارمن فطبعا العلاقات التاريخيه بين البلدين تؤهل لكل التطور الايجابي المامول والذي ياتي في اطار الزياره التاريخيه التي سيقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى ارمينيا وهي زياره أعلنت الرئاسة الأرمينية بأنها طال انتظارها فطبعا هي أول زيارة لسيد الرئيس المصري إلى أرمينيا ولها دلالات سياسية و لتنمية العلاقات بين الدولتين في كافة المجالات وطبعا مصر بتهتم جدا بإعطاء أرمينيا منيا اللازم من الدورات التدريبيه لرفع الكفاءات من خلال وكاله التنميه وفي حاليا في يعني من وزاره الخارجيه الارمينيه في شخصين في مصر يتدربوا في المعهد الدبلوماسي وطبعا احنا بنهتم بتبادل يعني الخبرات وزياده التعاون مع ارمينيا وطبعا غنيه عن الذكر بان هذه الزياره التاريخيه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ستفتح المجالات امام المزيد من التعاون بين البلدين وبين الشعبين اكيد يا فندم احد اهم جوانب هذه العلاقات هو العلاقات الاقتصاديه لو سيادتك تدينا تفاصيل عن التعاون الاقتصادي ما بين البلدين خاصة أن هناك إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا لتسهيل دخول السائحين الأرمنيين إلى البلاد تسيير خط مباشر بين شرم الشيخ والقاهرة كل هذه الجوانب التي تدفع باتجاه دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي اللي بالتأكيد زيارة السيد الرئيس إلى أرمينيا ستضيف بعدا جديدا لها آه تمام آه هو فعلا زي ما حضرتك ذكرت آه العلاقات الاقتصاديه علاقات هامه آه فهناك آه عدد 105 آه الف سائح زاروا آه آه شرم الشيخ والغردقه العام الماضي آه من السائحين آه الارمن وكان تيسير آه الخطوط المباشره ما بين آه العاصمه يرفان وما بين آه الغردقه او شرم الشيخ له طبعا اثر كبير في تدفق السائحين الذين يستمتعوا بالضيافه المصريه ويستمتعوا بجمال الشواطئ المصريه فطبعا الجانب الارميني ايضا اتخذ خطوات هامه لتسهيل الحصول على التاشيره من ارمينيا عن طريق التاشيره الالكترونيه بحيث ايضا يتدفق السائحين المصريين الى ارمينيا للتعرف على جمال هذه البلد. الجوانب الاخرى فن من التعاون الاقتصادي سواء فيما يتعلق بحركه الاستثمارات المتبادله او حركه التجاره البينيه فن. هو طبعا المامول من هذه الزياره الهامه التاريخيه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تنشيط كافه المجالات من التعاون بين البلدين وطبعا ستعطي هذه الزياره التاريخيه دفعه كبيره لهذه المجالات من التعاون السيده السفيره سيريناد سليمان جميل سفيره مصر لدى ارمينيا بشكر سيادتك جزيل الشكر على هذا اللقاء اشكر حضرتك شكرا جزيلا